رجعت معكم مشاهدينا رندا فهد مع اليوم. موضوعنا هو البطيخ، بس في كثير اشياء ثانيه بدها تحكي عنهم رندا، ما بعرف اذا رح نلحق نحكي عن البطيخ. قد ما فينا. كيفك رندا؟ كثير منيحه. قبل ما نحكي شو جايبتي لنا اليوم على الطاوله، في اشياء كثير هيك ملونه وطيبه. مظبوط، صيفيه. بدنا نذكر بمسابقه باري لايت، بدنا نذكر انه المسابقه كانت تينا هي في نشويات أكثر.